يوميات زوج في زمن الكورونا. ايه يا حسين اخر الاخبار؟ والله يا شيرين ربنا يستر، الموضوع مش سهل وكل يوم في عدد حالات، وكله بسبب الناس اللي مش عايزة تلتزم بقواعد الحماية ويقعدوا في البيت. صباح الخير يا ابني، ما نزلتش شغلك ليه لحد دلوقتي؟ صباح النور يا ماما. لا انا مش هنزل النهاردة، احنا هنشتغل من البيت. ايه ده ليه يا ابني؟ عشان في الشركة اللي جنبنا اكتشفوا فيها حالة كورونا. طب الحمد لله، أحسن يا ابني، ربنا يحفظكم. إيه أخدت الأجازة. بس بقى أقعد شوية واهدى، مش عارفة أذاكر منك. لا أنا عاوز ألعب، أنا أجازة يا ناس. والله لو مسكت لأقول لبابا. يا بابا مالك في إيه؟ صوتك جايب آخر الدنيا. مش عارفة أذاكر وهو عمال يتنطط ومش مبطل. تعال معايا يا يوسف ونسيب أختك تذاكر. حاضر يا بابا. في إيه بقى يا سي يوسف؟ عامل دوشة وإزعاج لي على الصبح؟ عشان انا خلاص اخدت الاجازه، وهما قالوا لي في المساء اني خلصت كده، وانا بقى عاوز انزل تحت العب مع اصحابي. طب بص، خلينا نتفق انك مش هينفع تنزل دلوقتي عشان الفيروس ما يتنقلش ليك ولا ينقله لغيرك، لان الفيروس ده عامل زي لعبه الصلصال بتاعتك، بيمسك في الايد وما بيطلعش غير لما تغسل ايدك كويس جدا بالميه والصابون، وتحاول انك ما تقربش من حد خاصه لو تعبان. وعشان كده انا هسمح لك تلعب على الايباد، وكمان هجيب لك ادوات الرسم اللي بتحبها، وهجيب لك قصص تقراها. المهم انك ما تنزلش عشان تحافظ على نفسك وعلى اخواتك. حاضر يا بابا، هسمع كلامك. خليك في البيت وحافظ على صحة نفسك واهلك ووطنك.